موسيقي خيري يجمع عدداً من المواهب الشبابية بين عازفين ومغنيين، نظم نادي روتر أكت عمان نهر الأردن سهرة فنية في البنك الأردني الكويتي يوم الجمعة بتاريخ 19 من تشرين الثاني، يهدف تقديم ريعه الخيري للعمل على إعادة التدوير لبيئة أكثر صحة. احنا تقريباً كل فترة بنعمل هيك إيفنتات عشان التشاريتي، يعني كل التشاريتي إيفنت. هاي الايفنت في لها تو جولز عندنا. اول شيء راح نعمل وايز ريسايكلينج، وفي عندنا راح نعمل وينتر اكت اللي منأمن بالشتاء احرامات واواعي شتويه لناس محتاجه، ناس يعني مش قادره انه توفر هاي الاشياء، فاحنا بنساعدها من هاي الناحيه. ووايز ريسايكلينج هي جابت سكند بليس بين 650 بروجكت بين ميدل ايست ويوروب وايجا، فاحنا هاي البروجكت كانت ناجحه وقررنا نعملها. هي يعني هي بدنا نامن فيه لها ثلاثه جولز، بدنا نامن ريسايكلينج بنز لكل كافيهات بعمان وعشان الانفايرمنت وهيك، وفي ثاني شيء كان عندنا في عندنا تو لوكال بزنسز اللي هم اشي واوير، هم واحد ما يعني بحافظ على البلاستيك وهيك، فكل شيء بيعملوا ستينلس ستيل اللي هم من ناحيه شوك ومعالق وسكين وهيك، والثاني البوتلز الاناني المي، وثالث جول اللي هو الوايز الوينتر ارت اللي حكيتكم عنه اللي هو مأمن اواعي شتويه. رح نسمع فقرات متعددة، رح يكون في عنا أوركسترا لأطفال. حبينا كتير نفرجي إنه في عنا أطفال موهوبين بهاي بالمجتمع عنا. رح نسمع برضو فقرة عربية، أغاني جبلية لبنانية، رح نسمع أغاني مودرن زي لو على قلبي، رح نسمع كمان أغاني كلاسيكية.